يحتفل التتار هذا العام بمرور 1100 عام على اعتناق الإسلام في دولة بلغاريا على الفولغا، كما كانت تسمى تترستان سابقاً. الدين الإسلامي كان موجوداً في هذه المنطقة منذ زمن النبي محمد، إلا أن زيارة أحمد بن فضلان لدولة البلغار عام 922 الميلادي حاملاً رسالة من الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى الملك معرفاً بالدين الإسلامي كانت اللحظة التاريخية. بعد زيارة ابن فضلان، وهذا كان بطلب ملكنا المصغان بن سلكي خان، صار الإسلام ديناً رسمياً، دينا للحكومة ولجميع الشعب جماعة وطوعا. الحمد لله قبلنا الإسلام، والآن من كل أطراف روسيا وأسيا الوسطى وقوقاز ومن الدول العربية والإسلامية بضيوفنا. مدينة بولغار حاليا هي المكان الذي يحج إليه التتار المسلمون من حول العالم للاحتفال كل سنة بهذه المناسبة، فهذا الحدث يعتبر واحدا من أهم الأحداث الروحية بالنسبة إليهم. تتميز روسيا بتنوع الديانات والقوميات والتعايش المشترك، وهنا في تتارستان المسلمون يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم. أنا سعيد للغاية، هذا الحدث لا يمكن وصف أهميته وجماله، عيد عظيم، الروح تغني من السعادة. الاحتفالات بهذا العيد تبدأ بالطقوس الدينية وتنتهي بأداء الأغاني التتارية القديمة وتقديم الرقص الشعبي، وبالطبع بزيارة المتحف حيث توجد أكبر نسخة من المصحف الشريف في العالم واللوحة الأيقونية التي تمثل مشهد وصول ابن فضلان إلى المدينة. هذا العيد كما الأعياد الأخرى في الجمهوريات الإسلامية في روسيا مدعوم وممول بنحو مباشر من الحكومة الروسية التي تحرص على الحفاظ على الطقوس والمناسبات الإسلامية، ولا سيما أن عدد المسلمين في روسيا يصل إلى 25 مليوناً. يارا حسن، بولغار، الميادين.